ربما. وما هو؟ الآغا لم يحضر حتى الآن. ليس هذا من عادته، خصوصا بعد ما حصل ليلة الأمس. وما الذي يستطيع فعله؟ لقد عرضت عليه أن تشتري مثل ما عرض عليك أن تبيع، وهو لا يريد بالطبع. فماذا بإمكانه أن يفعل؟ لن يسكت الآغا على ما حصل، لن يقبل بالهزيمة. هي ليست هزيمة. بالنسبة له أكثر من ذلك. ثم جوابي له بشأن شمس، ثم جوابي له بشأن... ثم ماذا؟ لا أدري. لابد أنه يضمر شيئا ما. آمل أن لا يطول ذلك. أتعتقدين أن عمران سيأتي حقا؟ سنرى يا أبا أسعد. ادخلي، ادخلي وتابعي العمل. كيس واحد؟ أجل، لن يكفي يا أم وردة، هذا لن يكفي. سأتدبر أمري. وماذا فعلت بالباقي؟ سوف أبيعه. أيتها المسكينة، هذه الكمية لن تكفيك حتى الخريف. تكفيني رؤية وردة، أبيع قلبي من أجلها. لا حول ولا قوة إلا بالله. لن نأخذ منك شيئا بعد الطعن. لن أمانع لو أخذت. لا، لن أفعل. ماذا بشأن فاطمة يا أم وردة؟ لا أدري يا أبا أسعد، الآغا لم يذهب إليها حتى الآن للاقتسام كالعادة. هذه المرة لن يفرح بها، سيكون لديها المال. من أين؟ ثمة من سيعطيها. من هو؟ سيحظى الجميع بشيء من المال يا أم وردة. ما الذي تفعلينه؟ لما الخبز الآن؟ قد نحتاجه الآن؟ ولم لا؟ أتدرين يا أم أسعد؟ إنني أشتم رائحة الخطر. أي خطر يا أبا أسعد؟ لست أدري، ولكن ليس من عادة الآغا أن يسكت على مثل ذلك. أجل،
إنه يبيت الأمور دائما، لا يمكن أن تجزم بما يخطط له. ولهذا أشتم رائحة الخطر. ولكن هذه المرة لا يجب أن تقلق، إنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. إذا كان يريد أن يسترد دينه فالنقود جاهزة. لن يفعل ذلك، الأغا ليس بحاجة للنقود، إنه فقط يريد السيطرة على كل شيء. لن يكون له ذلك. أبي، هل كنت ستزوجني منه فعلا؟ من يكون هذا؟ ومن غيره؟ قلت لن يفوتها ليلى. الأغا بل عمران، أتمنى أن يكون ذلك. لو كان الأغا لملأ الدنيا صراخا. احذر. من هنا؟ كيف وقعتم في حقل العوسج؟ لم نكن ندري أنه بهذه الكثافة. كيف ذلك؟ إنه في عامه الثاني. لعل العريف رجب لا يعرف ذلك. ها قد عرفت الآن. أكثر ما تشتهر به هذه المنطقة هو العوسج. يا لها من شهرة، أنتم محظوظون. هات أيها الشاب، أنت أيضا نهشت. الجميع، لا يمكن لأحد أن ينجو من شوك العوسج. وقد أوقعتنا به أيها الزعيم. خير من أن نقع في يد العسكر، أليس كذلك يا عم صالح؟ لا تسلني يا عمران، كادوا أقع من الجوع. اصبر اصبر يا صالح اصبر، إنني أشتم رائحة خبز طازج. إنه الموسم يا عم صالح. ما أخبار أمي أيها؟ بوركت يداك يا أم أسعد. أنتم على الرحب والسعة. ما بك يا عمران؟ أنت لا تأكل. أمي يا أبا أسعد، ما بها؟ اشتقت إليها كثيرا. سوف تراها يا بني. يجب أن أراها الآن. ربما تبيت الآن على البيدر. البيدر؟ أجل، إنها تحرس الغلال. الأغا لم يذهب إليها حتى الآن للاقتسام. الخنزير،
سوف نرى. لا، لن تذهب الآن أيها الزعيم. إنه بشوق إليها يا صالح. قلنا أيها الزعيم، يجب ألا تغلب مصالحنا الخاصة على المهمة التي نريد. قد ينكشف أمرك ونخسر عنصرا مفاجئة. ولكن ستذهب إليها في الصباح، ستزف إليها البشرى بمقتل عبيد آغا. لا تخاطر بهذه الفرصة. كم أنتظر هذه اللحظة. تمهل يا عمران، كلوا واشربوا الآن وخذوا قسطا من الراحة. علينا ألا نتأخر، يجب أن نباغته قبل الفجر، سأصفي الحساب نهائيا. يجب أن نتأكد أولا من البنادق والزخيرة. حاذروا حاذروا فقط، هذا ما أوصيكم به. ما أخبار وردة يا خالة؟ لماذا لا تجيبين؟ لا شيء يا بني، أمها ذاهبة إلى زيارتها بعد يومين. ماذا هناك؟ الاستدعاءات لم تأتي بنتيجة، والحكم النهائي سيكون قريبا، ربما بعد أسبوعين. ستحكم بالإعدام؟ لا أدري يا بني. لن يفعلوا ذلك، لن يفعلوا ذلك بوردة. أمها ستسعى إلى توكيل محام، بل ستفعل ذلك بالتأكيد. أتمنى لو أراك تزفين لأفضل الرجال. لا،